secret. مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مساء الخير عليكم جميعا اخواني واخواتي متابعين حلقاتنا الهروب من الشرق الى الغرب. بعض الأخوة والأخوات كتبوا لي بأنهم ما قاعد يوصلون إلى الحلقات الأولى من هذه السلسلة من الحلقات. أكو ملف خاص بقناتنا تحت بس تابع لهذه الحلقات، اسم الملف الهروب من الشرق إلى الغرب. بس هذا التنويه قبل ما نبدي بحلقتنا. تكملة للحلقة السابقة، بلشت العلاقة بيني وبين المخابرات العراقية تأخذ مداها وصداها أكثر وأكثر من خلال الاتصالات من الأهل داخل العراق، وكانوا تقريبا بين يوم ويوم الاتصال موجود بيناتنا، وكانت المخابرات العراقية بشتى الطرق تحاول تستميلني وتقول لي بصريح العبارة خلي تكون معانا ولا علينا. كنت أسمع، يعني احنا عندنا مثل بالعراق يقول اشتري ولا تبيع. من خلال تجاربي داخل العراق وأعرف النظام شلون كان يشتغل وكانت الأمور كيف تصير، كنت أعرف أعمل وألعب اللعبة بنفس الطريقة اللي تعلمناها بالعراق مع تطويرها شوية في الغرب. ومن ناحية ثانية كانت المخابرات الأمريكية بين الإرضاء وبين الإجبار على العمل معهم، وأنا بين حانة ومانة. خلال هذه الفترة ومن وصلت الطفلة هذه اللي ملت حياتي، يعني خلينا نقول بصراحة ملت حياتي، شفت ابتسامة كبيرة على وجه أم عمر، فقلت لها خير إن شاء الله اليوم، البهجة عليك والبينة مرتاحة. قالت لي راح أقول لك شغلة ما أعرف شنو تأثيرها عليك. فقلت لي أنا حامل، يعني ما أعرف الأمر شلون استقبلته، فرح بأنه هذا أول يعني الشيء من صلبي راح يكون، رغم أني ما عملت أي تفرقة، يعني الله شاهد علي لحد اليوم بين هذه الطفلة وكل أولادي، لأن أنا مو من النوع اللي أحاسب الطفل. الطفل ملائكة بريء، والأب اللي ربه مو اللي خلف، ولهذا معاملتها كمعاملة أي ولد عندي إذا مو أكثر. ففرحت فعلا، فرحت وقلت لها خلص، هذه فرحة ما وراها فرحة. فقلت لها خلص أنا عازمكم على العشاء ونطلع اليوم بسهرة حلوة بهذه المناسبة. طلعنا، رحنا إلى مكان وهو السنتر مال فيينا مثل ما قلت، كيرتنرشتراسة. تعشينا وكنت تعرفون بالكيرتنرشتراسة اللي ساكن فيينا السيارات ما تدخل بالشارع اللي بمحلات أو كذا، تتركب يعني بارك وتروح تتمشى. خلصنا من المطعم وكذا، وأنا دا أتمشى دا ألعب ويا الطفلة كذا، فقلت لها راح أدخن روحي يما حبيبتي. بهذا الكلام
سمعت واحد يصيح لطيف لطيف ويا الدورة ماتي كم إطلاقة صارت علي. طبعا نقول من حالة غريبة أو حالة التدريب العسكري اللي مستوقع قبل، يعني تشيتت أنا على الطفلة وعلى الأماية ووقعتهم بالقع نمت عليهم، يعني اثنيناتهم حضنتهم ونايم عليهم. فصار هرج بالشارع، وبوقتها يعني الصحافة النمساوية كتبت بس غطوا على الموضوع. حسيت بحرارة برجلي فحطيت ايدي لقيت دم ينزل من تقريبا قريب على الفخذ مالتي، لان لو كنت انا من دار يعني كامل ويا اطلاق النار كان اما بصدري او براسي، بس من شيت الطلقة صارت برجلي. التموا الناس، جت الشرطة، الاسعاف شالتني، وصلنا المستشفى. طبعا المخابرات والشرطة والدنيا كلها انقلبت، محاولة اغتيال. وانا بالمستشفى اتطوقت المستشفى وخاصة الغرفة اللي انا بيها، طلعوا الرصاصة وضمدوني وكذا. تقريبا ورا ساعة لقيت مارتن كسلر فوق راسي، يعني وجهه شاحب و يعني منصدم من الوضعية. فقال لي من تتصور؟ قلت له أنا ما عندي أعداء ولا أعرف أحد إلا الحكومة العراقية، يعني ما عندي غيرهم. المهم بقيت ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم طلعت. اتضح من خلال التحقيقات طبعا بعد ما تم القبض على ذول الثلاثة الجنات، طلعوا يحملون الجواز الإيطالي وهم من منظمة التحرير الفلسطينية. يعني للأسف، لأن احنا نعرف في وقتها منظمة التحرير الفلسطينية والمرحوم ياسر عرفات الله يرحمه ما نقول غير شيء، كان ممول من القيادة العراقية وكان عندهم ناسهم برا ويشتغلوا لهم وكل هذا. هذه كانت أول محاولة اغتيال في فيينا. بهذه المصيبة أو المصاب اللي صار، شراستي بدأت تعلى وتكثر بالإعلام، وقمت تقريبا يعني المخابرات النمساوية بالتحديد حذروني من أن أقول محاولة اغتيال، يقولون محاولة اعتداء. قلت لهم لا، محاولة اغتيال، لأن ماكو اعتداء يصير برصاصة. وانتوا قلتوا لي مسكتوهم وين صاروا؟ طلعوا لفندية دهدروهم على ايطاليا. اكو اتفاق دائما كان بين النمسا والعراق، مثل ما قلت سابقا في التسعينات دولتين اقتصاديا كان عندها استثمارات كبيرة في النمسا وهي ايران والعراق، والناس اللي يعرفون بهذا الامر اللي عايشين القدامى في النمسا. وكان المخابرات العراقية والمخابرات الإيرانية بقوة في هذا البلد وانتشارهم، ويحملون الجواز النمساوي وبعضهم أوروبي بس ساكنين في النمسا لأن مقرهم. بلشت إعلام مضاد يعني كلش ضد الحكومة وعدي وكذا، تقريبا كل أسبوع على الأقل في 3 لقاءات. قامت التحذيرات توصلني، تحذيرات توصلني من المخابرات العراقية، بطل، كافي، أهلك هنا، ما أعرف شنو. في هذا يعني حتى ما أدخل بالديتيلز أو يعني في التفاصيل كاملة، يعني مثل ما قلت لكم إذا دخلنا تفاصيل الراد لنا ساعات من الكلام وما نريد نسويها مملة. كنت في تجارتي وكان عندي شركة اسمها شركة تايجر قسم بها، يعني شركة، وكان عندي سكرتيرة اسمها سارة، بعدين عرفت بأنه من أي مكان أو كذا. ففي يوم أنا داخل للمكتب لقيت شخص بالزيد يعني اليهودي ماكو والقبعة والكذا، فدخلت أنا ما لي شغلة، أنا ما بحياتي ما
نظرت إلى شخص شنو دينه أو مذهبه أو قوميته، أنا أنظر للناس كبشر وحسب احترامه إلي يلقي الاحترام المتبادل، غير شيء أتعامل وياه بنفس طريقته. هذا اللي أنا تعلمت به. فدخلت قلت له هلا سارة ما أعرف شنو، حكيت وياها. الشخص هذا بدأ يباوع علي، قل لي أنا، قلت له أنا أعتذر هذا خالي جاي علي. قلت له إيه أهلا وسهلا ما أدري شنو، صافحته. فقلت لي سارة، قالت لي أنا نسيت أقول لك ترى أنا يهودية. قلت لها يهودية يهودية يعني وذا يهودية، أنت بشر وده تشتغلين هنا وأحلى شغل ده تشتغلين وعمرك ما قصرتي. فرد علي الرجل قال لي يعني أنت ما تكره اليهود؟ قلت له أنا ما أكره أحد، على أي أساس أكرهك كيهودي كبشر؟ هذا ديانتك، هذا معتقدك، أحترمه، ما طولك ما تجبره أو تأمرني به. فضحك قال لي كثير من العرب يكرهونه. وقلت له أنا ما لي شغلة عرب شرق أوسط، احنا في النمسا وسارة قاعد تشتغل وشغلها حلو وجابت لنا كثير من العقود، ومنها شركة بوس الديزاينر جابت لنا العقد مالتها كموزعين لشركة بوس في النمسا وألمانيا وسويسرا، الأماكن اللي يتكلمون اللغة الألمانية. وقلت له أنا يعني شغلها حلو، ده تشتغل بشغل مرتب، فما لي شغلة شنو تؤمن، مسلمة مسيحية يهودية كافرة، هذا الشغل يخصها، ما لي شغل بما طول ما تدخله بشغلنا. ففرح هذا الرجل بهذا الكلام. فقلت لك تعال معايا، فتحت الباب دخلت إلى مكتبي، قلت له سارة أطلب شيء يحب يشرب وكذا، هي جابت لنا القهوة مالتي وجابت له قهوة وبدأ يسأل. فقلت له حضرتك شنو تشتغل؟ قال أنا هولسيلر، دايموند هولسيلر يعني هو الموزع مال الألماز في نمسا ألمانيا بلجيكا نيويورك وإسرائيل. فقال لي تعرف بالألماز؟ قلت له إيه أعرفه من أشتري بس ما أعرف شلون شغله أو كذا. فقال شنو رأيك تدخل بهذا العمل؟ قلت له أنا ما أدخل بشغلة ما أعرفه. قال وإذا واحد علمك؟ قلت له إذا علمني حلوة هذه. فبدأ هذا الرجل يتردد علي ودائما يفتح هذا شغلات ورق وحاط الألماز بها يفتحها في طريقة معينة هم أهل الألماز عرفوها، ويطلع هذا الناظور مالته ويباوع يقول لي شوف هذا القطع مالته كذا والقطع مالته كذا وهذا هيجي وهذا هيجي. فبدأ يعلمني أنواع الألماز. المهم صارت علاقة كلش قوية بيناتنا وحياتي ماشية والفرحة ماشية مع الحمل وراح أصير أب. بعدها سوت أم عمر سونار وكانت حامل بثلاث أطفال. فهاني ضحكت الثلاث ثلاثة أويلي الله يعني ما كنهم بعد. فضحك وشقة وهذه الطفلة معانا وكل ساعة أقول بابا راح يجوش أخوة هي فرحانة رجع الدم بوجهها، لأن من وصلتنا يعني المسكينة الطفلة هذه كانت كلش تعبانة. فمشت الأيام معانا ومشت شغلي قام يتحسن. إجاني تليفون من بغداد من مكتب عدي، فقال لي مرحبا لطيف يحيى شلونك؟ قلت له منو حضرتك؟ قال أنا فلان، ما أريد أذكر اسمه لأن هو موجود هسه بالخارج وعفى الله عما سلف واعتذر. فقال لي الأستاذ يريد يحكي وياك لحظة. فتقريبا دقيقة أو دقيقة ونص بصوت عدي، ها شلونك لطيف هكذا ما أدري شنو، يا ولد ليش ما تقعد راحة يا ولو يا ول. قلت له أنت بعدك باقي بهالفنطزة وباقي بهالهوسة؟ قال هاك الزم، هذا واحد يريد يحكي وياك. من هو؟ الله يرحمه أبويا. فالوالد حكى وياي قال لي بابا
شونك اخبارك، بس دا اسمع دا يقول له احكي وياه باللي قلنا لك اياه. نهائيا الوالد الله يرحمه ما حكى. فقال له اوكي ماكو فايده، اعطيني التليفون. قال لي اسمع يا ول، تريد تشوف الاهل؟ قلت له طبعا اريد اشوفهم. قال احنا ما نقدر نوصلهم للنمسا، بس نقدر نوصلهم الى تايلاند. تقدر تروح التايلاند؟ قلت له اي اقدر. قال اوكي ماكو مشكله. رتبنا امور، قال راح ادز الوالد والوالده يشوفوك، واخوتك وخواتك راح يبقون بضيافتي لحد ما يرجعون، يعني حتى خاف اريد اهربهم او ما رجعون للعراق، فاكو اخوة واخوات لازم افكر بيهم. قلت له ماكو مشكلة. قلت له زين عندي طلب يمك. قال ايه. قلت له اني واحد من اخوتي يعتبره مثل ابني، واني ربيته وصغير اسمه روبي، تقدر تدزه وياهم؟ قال ايه مو مشكلة، تدلل الباقين يبقون يمنا. فشكرت، قلت له اشكرك، تم التنسيق. وبقتها اذا رحت انا لتايلاند كان عندي وثيقة سفر للاجئين السياسيين، وتايلاند تحتاج فيزا، فأوراق كتابنا وكتابكم ورصيدك وشتشتغل وكل هذا ودينا، أخذت الفيزا إلى تايلاند. بلغت المخابرات النمساوية، لأن مارتن كيسلر قال لي أي شغلة تخص أمنك أو مخابراتية لازم تبلغني، يعني بأي طريقة لازم تبلغني حفاظا عليك وحتى نعرف إيش دي يصير. فبلغته قال لي اوكي احنا راح نحضر ناس يطيرون وياك تأمينا عليك. فقلت له اوكي ما عندي مشكلة. المهم بعد ما اخذنا الفيزا، اخذنا التيكت واخذنا كل شيء، واحنا دريد نروح على تايلاند، شغلة صارت، اتصلوا بي من العراق قالوا اتكنسلت. يا بليش هذا؟ قال له اتكنسلت الى اشعار اخر. طيب بقينا على هذا الحال، انا بين شغلي بين البيت بين العقود اللي قمت اسويها، قام المدخول مالي خرافي يصير يزيد، اشتريت اول بيت بعد اشتريت ثاني بيت، وبدت الامور ما تعرف شلون صارت الصالحي. المخابرات الأمريكية في هذا الوقت كانت مثل ما يقولون حادة سنونها علي. ليش؟ لأن كل ما ألتقي معهم أقول لهم أعطوني فترة، كل ما ألتقي معهم أقول لهم أعطوني فترة وخلوني أفكر. قالوا لي أنت طلبت مساعدتنا من كنت في شمال العراق، وإحنا لبينا هذه المساعدة مقابل الاتفاق اللي عملناه في زاخو بأنه تعمل معانا ويكون تعاونك معانا بطريقة اللي توالمك وتوالمنا احنا. فقلت له قلت له هو اسمه السام بس كان يصيحوا له الشارك يعني القرش، انسان يعني عقله كمبيوتر مو مخابرات بس. فلحد ما وصل مرحلة بأنه أجزوا، طبعا تم عرض أموال إغراءات كثير، بس هذا العمل اللي كان يعرف واللي عنده ضمير من ما يسمى بما يسمى بالمعارضة العراقية بهذه الطريقة يتم تجنيدهم. طبعا المعارضة العراقية غالبيتهم بعد ما حاجي يقول له ايه رأسا، يعني بيه فلوس وبيه، أنا ما محتاج في وقتها، ما محتاج في وقتها. وهذه بعض الأفلام اللي راح نعرضها مستقبلا، لأن ما نقدر كل شيء نعرضه، لأن عندي عقد مع شركة يسوون فيلم وثائقي كامل من 5 أجزاء. فالمهم راحت أيام، جت أيام، أم عمر بطنها بدأت تكبر، وأنا معاها في السيارة والبنت
قاعدة لي ورا كان عندي مرسيدس 500 SEL بين الزرقاء وبين السواد مثل نفسها اللي كان عندي ببغداد. فدائما من تروح على السنتر اللي عايش في فيينا من تروح على السنتر وتريد تلوف على السنتر لازم تقابل السفارة العراقية لأن محطوطة في كورنر يعني في كل تقريبا الشوارع لازم تمر مقابلها. مرة من المرات شفت واحد دائما يعني هي سيارة تاكسي بس دائما أنا من أسوق أباوع على اليسرى ويمنى المرايات الورا أخاف في شيء معين أو سيارة مثلا تراقب. فلقيت هذا التاكسي لعدة مرات يعني شكل التاكسي مو غريب عليه والشكل مات الشخص هم مو غريب عليه. شخص ضخم بلحية كبيرة وأنا دا أوقف يعني بالترافيك لايت وسيارة قدامي هو أجا وقف بصفي يعني جنب سيارتي الجامعة مات السيارة مالهم عمر دا نحكي وهذه. هذا الشخص هو عربي ما أريد أقول من أي دولة احتراما لهذه الدولة حتى ما ينخذ عليها طريقة معينة. فبدأ يعني أنتوا العرب وأنتوا كذا وواحد شرموطة ونمساوية وتجون هنا. قلت له تقعد تتكلم عليه. فتح الباب وإجي داير مداير السيارة وأنا هم الشباك ماتي مفتوح فمسك الرباط ماتي وجره جره وين خلى راسي ينطخ بالجامة. طبعا تعرفون عراقي وخبالات والدم صعد عندي ما أعرف شلون فتحت الرباط ماتي خليته ياخذه فتحت الباب. أيام الشباب بوكسين ثلاثة شهادة طوب وقع بالقاع لا حس ولا نفس. هو بالقاع جريت الرباط ماتي إيهيج حطيته بالسيارة شغلت وطلعت أفتح بالشارع بس شنو الناس تباوع والتمت أفتح بالشارع ورحت. أتصور هذا كان في 3/8/93 فأنا تركت هذا الشخص بالشارع أخذتم عمر والطفلة وهذه افترينا سوينا شوبينج ولا كأنه أكو شي صاير ورحنا للبيت وحياتي مستمرة ما عندي أي مشكلة. كنت أودي أم عمر لأن أتصور صار بها نزيف أو كذا ورحنا للطبيبة مالتها فقالت لازم تسوي لها مشويات يوميا وبالتحديد يعني الكبد يعني المعلاق احنا نسميه بالعراقي. فيوميا حديقة عندي كبيرة يوميا مشويات اجيب لها واشوي لها ونقعد ناكل ونضحك ونشاقة. وهاي اول مرة من احط ايدي على البطن واشوف النغزة مال الطفل وكذا وانا فرحان ويعني فوق السما حياتي. بعد كم يوم بالتحديد يوم 11/8/1993 شفت سيارات دخلت إلى المنطقة عجيبة غريبة ودخلوا على بيتي وأنا كنت بالحديقة دا أشوي بالبيجامة. وليس أتذكر كانت بيجامة هيك مثل الزيتونية على خضار حرير وأنا دا أشوي لقيتهم طاب سيارات منه ومنه أقسم بالله هذا اللي تشوفوه ماكو المخابرات الأمريكية والـ FBI من يروحون بالأفلام شلون يشيتون على الواحد بالضبط نفس الفيلم مدنيين فشيتوا علي حطوني بالقاع كلبشات لي ورا وزنجيل على بطني وكلبشات برجلي والكيس المعروف الأمريكي كيس هذا ما كل يحطوه بالرأس. قسما بالله
قسما بالله وحياة أطفالي هذا اللي صار. وكأنه دا أتفرج فيلم من بعدها من صارت هذه مال غوانتانامو وكيف يعاملون الناس بالضبط مثل هذا. واحنا دا نتكلم في بلد ديمقراطي ويقول لك ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان. هنا أنا شالوني يعني من رجلي ومن إيدي أقسم بالله وكأنه أنا بالعراق والأمن العام والمخابرات والاستخبارات شالوني حطاني بالصندوق مال سيارة. سيارة تمشي تمشي الدوق وقفت نزلوني يسرى يمنى طوب طاب طيب أسمع الأبواب تنفتح. سمعت باب انفتحت دفعوني جوا فتحوا الكلبشات شالوا الكيس من فوق راسي غرفة قسما بالله صبة مثل يعني السرير صبة عليها دوشق يمكن هالرفعة سفنج ومخدة يمكن هذه والتواليت بصف يعني إذا نمت التواليت بصف راسي ومغسلة صغيرة لا شباك لا مجرد أكو تهوية يعني قريبة على السقف وما أعرف لا ليل ولا نهار شمروني هنا أنا شمروني. قفلوا الباب بس اللي يحكون إنجليزي يعني أنا أعرف النمسا ألماني واللهجة أمريكية. من رفعوا الرأس يعني هذا اللي فوق راسي كان لمحت مارتن كيسلر قدامي بس الغضب بوجهه ان واحد من الامريكان انبارع عليه شان يقول لي وقعت يو نو عرفت بانه اكو عمليه مخابراتيه مشتركه بين الامريكان والنمساويين. خلوني بهذه الغرفه تقريبا لحد ثاني يوم. طبعا كان أكو بالباب هذه مثل الفتحة يفتحوها يدبون أكل ويسدوا وأنا ما أعرف هذا ليل نهار. شرجع ببالي عادت بي الذكريات مرة ثانية إلى المأساة وهي في غرفة جهازة من الخاص من انسجنت نفس تقريبا الحجم شوية هذه الغرفة أكبر وبدل ما تكون الغرفة حمراء بس هذه بيضة. رجعنا نفس الحالة حتى من نقول لكم ماكو شيء اسمه حرية وديمقراطية بالغرب تصدقون. من تقول لهم لا حياتك راحت. وأنا في هذه الغرفة ثاني يوم تقريبا 4 أو 5 لأن ما شفت الناس اللي برا. فتحت الغرفة دخل أول واحد مارتن كيسلر معاهم كراسي حديد يعني فتحوها ويجلسون عليها يعني هو الغرفة كلها ما تتسع دولة. فواحد أمريكي من عندهم ومعاهم هذا شارك فقال لي بلغته هذه واللهجة الأمريكية This is last chance. Are you going to cooperate with us or no? I like the answer now. يعني دي يقول لي انت راح تتعامل معانا وهذا اخر تشانس لك اريد النتيجة اي ولا لا. فقلت له وترس حلقي no I'm not doing that I'm not a traitor. قلت له انا ما مو قائم. كانت الرسالة واضحة له. قلت له انا ما اشتغل لا لأي مخابرات ولا ضد بلدي. فقال لي You hate Saddam. قلت له I don't hate Saddam because I don't have any problem with Saddam. I have a problem with his son. يعني أنا ما عندي مشكلة مع صدام حسين. أنا مشكلتي مع ابنه. بهذا الكلام قال لي This is the last answer. No. قلت له Yes, no. الطاني بوكس طبعا بهذا الحكي من يطبون كلبشون اللي هو الطاني بوكس يعني بوجهي حسيت هذا بس خشمي
انكسر وبدا يجري دم. فوقعت، من وقعت بدا الدفرات وشلاليق وما خلوا شيء الا كسروا لي. خلوني طبعا، لا طبابة جتي ولا ابد، من فتحوا كلبشاتي وسدوا الباب وولوا. غسلت وجهي مثل السنك صغير بحنفية، طبعا لا خاولي لا يعني كل شيء ماكو، الغرفة فارغة. هنا أنا قمت أفور، يعني صار عندي يعني كارثة. تعرفون شنو كارثة؟ دا أفكر بالأم عمر والطفلة وهي حامل، هذول إيش راح يسوون، إيش راح يسوون وشلون راح يدبرون أمورهم بهذه الحالة. طبعا مر أسبوع كامل، بين يوم ويوم يجون نفس الكلام يسمعوه أشبع دق. ومن يطلعون والدم، حتى مرة واحد ضربني ضربة براسي بحيث إذاني طق الدم، أقسم بالله إذاني طق الدم. بس من طلع أطيت ابتسامة. أنا دائما بهاي الشغلات أشتغل نفس الطريقة مالتهم، أطيت ابتسامة ضحكت هيك، فهيك باوع علي كان يقول لي حكاية كبيرة. قلت له same to you، تخبر. فرجع ومثل الركضة علي دفرني دفرة قسما بالله ببطني، لزقني بالحائط، قال لي you are in our hand، روح. وبدت هذه العملية تقريبا لمدة شهر، كتل، ضرب، إهانة، حرمان من الأكل، مارس معايا كل أنواع التعذيب، إن كان جسدي أو كان سايكولوجي يعني حالة نفسيا، ما خلوا شيء ما استخدموه معايا. بقيت أصيح I will not cooperate with you، ما أعمل معاكم. هذا الحكي من 11/8 إلى يوم 27/9. اجوني قالوا لي مبروك صرت اب. يعني قست الفترة عني حوالي اقل 7 اشهر، شلون صار يعني مو 9 اشهر. فقالوا لي المرة جابت قبل الوقت، واثنين من الأطفال توفوا بس واحد بقى وحجمه كلش صغير، ونقلوه إلى مستشفى ثانية. أول مرة بحياتي أبكي، يعني بكيت يعني. فكانت هذه أول عملية نفسية، يعني ما أعرف شو أسوي، بكيت يعني فعلا بحرقة. ودا أشوفهم قدامي يضحكون، سدوا الباب وقال لي congratulations you're a dad now، سد الباب وراح. بعد يومين، طبعا هذا الكلام يومين، أنا لا ماكل ولا شارب، وكل ما يذبولي الأكل من جوا الباب أدفره وأرجع لهم إياه. صار عندي حقد مو طبيعي على الغرب، حقد يعني فعلا مو طبيعي. قلت هذول يريدون يشيلون صدام حسين، شنو فرقهم عن اللي دا يصير بالعراق؟ هذاك علني وهذول سري. اجوني بعد كم يوم، مارتن كسلر قعد معايا، طبعا بهذه الحالة طبعا لا جقاير ولا كل شيء ولا أبد، طلع باكيت جقاير، طلع، هو ما يدخن بس طلع جقارة، افتحها، طاني جقارة، ورت لي اياها. فقال لي اسمع لطيف، هذه آخر فرصة،
أما تقول إيه من أنا هسه معانا، تطلع تروح إلى عائلتك، وإيش قد عندك أموال راح تضاعف، راح تحصل على الجنسية، تريد أمريكية أو نمساوية، وكل اللي تريده يصير. وإذا قلت بقيت مصر على هذا الشيء، راح أقول لك شغلة، فدار نفسه قال اعطيني الفايل، طلع الفايل، اكو فايل، فتح اول شيء قال اذا تعرف شوف هذا الصوره مالته، واحد نايم بالمستشفى ومربوط راسه. قلت له هذا من هو؟ قال هذا اللي ضربته يوم 11/8، وسوينا شو اسمه تقرير طبي، يحتاج علاج اكثر من 3 اشهر، وصار عنده دامج بالبرين، يعني تخلخل بالمخ من الضربة ماتت. هذا حكمها قال لي قوي هنا أنا، بس احنا نقدر كل شي نسوي نتفادى الموضوع، واحنا نعوض هذا الشخص وانت تطلع وكأنه كل شي ما صاير، او اخليك سنة كاملة في هذا المكان. هيك حكاها. قلت له ما تقدر، اول شي انا ما محكوم، ما تقدر. قال شنو ما محكوم؟ نقدر نسوي لك المحكمة أبسط منها ماكو، لأن أولا عندنا ملف بأنه بس نقول لهذا اشتكي المحكمة جتي. والله العظيم ماذا أقول لكم، أنا جيمس بوند ورامبو أو انقهروا علي أو كذا، أنا دا أعطيكم شغلة سجلوها للتاريخ، للأغبياء اللي يؤمنون بأنه الغرب بلد ديمقراطي وبلد بحريات، ترى ما يفرق عن بلداننا، وقادة بلداننا ذولا تعلموا على أيادي هذه وجو في بلداننا يطبقوها، فلا تنغرون. فقلت له كلمة يعني كبيرة، قال لي أوكي. من دا يقوم كان يتفرني هيجي، قال لي بسيطة. يوم 2/10 اجا مارتن كيسلر ومعاه ناس، ومعاه ناس عسكريين لابسين بيريات حمر وكليتات ما تشوف بس عيونهم، يسموهم قوات الكوبرا في النمسا. فتحوا الباب، طبعا بهذا الكلام اعطوني بنطلون واعطوني قميص، قال لي بدل، اعطوني حذاء. يابا اوكي بدلت، انا عبالي خلص يعني اي سو راح يطلعوني. فمن دا اطلع طلعت الباب، رأسا كلبشوني اللي ورا، واثنين من دول الكوبرا، واحد منا واحد منا، ومشوني. هذه اول مرة اشوف اني وين، شفت سجن وممرات ويعني ناس هم بالسجن يعني غرفهم، واول مرة اشوف اني وين، يعني هذه اخر غرفة اللي بالقاعة هذه أو الممر هذا. نزلوني، أكو هيك مثل الفان مال نقل السجناء، صعدوني بيها، سدوا الباب، تمشي السيارة، ما أقدر أشوف شنو اللي يعني وين دا نروح، كله مظلل وكله. وصلنا نزلنا أباوع، هذه محكمة فيينا. مارتن كيسلر قال لي آخر تشانس لين راح تدخل. فقلت له أوف أوف ماكو. دخلت، قبل ما نوصل على قاعة المحكمة لقيت أم عمر والطفلة واقفة وشايلة عمر بيدها، أول مرة أشوف ابني. فتحوا الكلبشات، جت يوم عمر ركض علي، فالشرطة أو ذول الحرس اللي يسموهم كوبرا وقفوها. مارتن كيسلر قال لهم تركوها. ففتحوا كلبشاتي، أول مرة أضعوا على ابني، طبعا حجمه صغير وصغير لأن ولادة مبكرة وكان بالخدج ويسموها دي، وبست الطفلة. قلت له حبيبتي فرحانة، تقول لي بابا شكو بابا شكو. قلت له حبيبتي كل شيء ماكو ماكو، لا تخافي.
طبعا هذا هنا الممر وهذه القاعة على اليسرى. قال لي last chance، حطيتها off off مرة ثانية. أبو عمر إيش قالت لي؟ دخيل الله ما يخالف الخاطر. قلت له ماكو خاطر، احنا هذه الشغلات انت ما تعرفين بيها، واذا مشيت بيها راح يوقعوني بمطبات، راح انذل طول حياتي وقع خروف بيدهم وسيروني شلون ما اريد، وهذا شغلنا واحنا نعرف شلون يشتغلوا. فرأسا قال لي الطفل المرطيته دخلوني قاضية بدون اي كلام، اباوع على هذا الشخص اللي بصفي شكله مو غريب عليه. طلع هذا الشخص جايبي، وكل هالدعوة ما صارت اسبوع وصلت للمحكمة، والقاضية بدون اي تفاهم قالت ما عندك محامي؟ قلت له انا اعرف انا جاي هنا. كان يقول لي اوكي اوكي هيجي. المهم جابوا واحد محامي كل شيء ما حكى، بس قال يعني هي اكو مشاجرة وهذا. كان يقول له اوكي دانجي شكرا، حكمت المحكمة عليك 12 شهر. فأنا ضحكت، شنو 12 شهر؟ قلت له شنو 12 شهر؟ كان يقول سجن. طيب ضحكت، بارت على مارتن كيسلر من طلعت، قال لي مو قلت لك قعدك سنة؟ فهذه السنة راح تقعدها. قلت له تمام يصير خير. المضحك المبكي راح تشوفون بأنه رغم هذا الحكم وأمام قاضية بس ماكو ملف وماكو أي شيء يثبت بأنه أنا محكوم. طلعت بست رأس عمر ابني عمر باوعت عليه بس دموعي تجري، يعني ما تحملت. بست الطفلة أخذوني إلى نفس المكان. لهنا نتوقف حتى إن شاء الله لا يصير عندكم ملل، وراح نكمل بالحلقة الثانية تتبع هذه الحلقة، ونقول لكم عن الحرب النفسية اللي استخدموها ضدي داخل هذا السجن أو المعتقل شو تسموه سموه. وحتى دول خاف خرفان يطلعون منا ومنا ويقول لك ماكو هيك شيء، وداعتكم أحط هذا لرجلي بحلقة، لأن أني وصلت ومن طلعت من النمسا قاضيت الحكومة النمساوية ودولة النمسا، فما أريد مطبلين ولا أريد واحد يصير نمساوي أكثر من النمساويين نفسهم. هذا هو الغرب، واللي فكر يطلع للغرب. وإن شاء الله تكملتنا السبت القادم، ومثل ما قلت لكم وقلت لحضراتكم إن شاء الله كل يوم سبت حلقة لحد ما ننهي هذه الحلقات، وإن شاء الله تكون هذه للتاريخ حتى يتعلم وتتعلم أجيالنا بأنه لا تتصورون الغرب بلد يرحمك أو فعلا بيه إنسانية أو بيه حقوق إنسان أو فري سبيتش أو حرية التعبير. وبالحلقات القادمة راح تعرفون كيف الصرفوا أهل الحرية والديمقراطية مع العبد الفقير. تحياتي للجميع، ونشوفكم على الحلقة القادمة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.